الحمد لله يعني انا مش مبسوطه بيها قوي طبعا، كان نفسي اجيب الذهب، بس هي الحمد لله خطوه كويسه بالنسبه ان هي اول زي ما قلنا اول ستيب في الموسم، وبطوله قويه جدا ومشارك فيها كل ابطال العالم من كل البلاد ومشاركين بواحد واثنين في كل ميزان، فكان العدد كبير وكان الابطال كتير، وكنت بتقابل على طول ممكن تقابل بطل العالم من اول دور اصلا ليك في البطوله، فكانت البطوله بالنسبه لي قويه جدا، خاصه ان انا كمان كبولتي وحشه جدا، يعني كان معظم ابطال العالم محطوطين في نفس البوله، فالحمد لله انا مبسوطه يعني ان انا قدرت ان انا اطلع من البوله ديت واوصل الفاينل، ولعبت بطله فرنسا على الفاينل. كان في شويه تحيز عشان هي صاحبه البلد والجمهور، بس يعني انا برضو ما بحبش ارمي على الموضوع ده قوي، انا اكيد كان برضو قصرت في حاجه خلاهم يقدروا يعملوا كده، بس الحمد لله يعني هي كبدايه الحمد لله. والله انا زي ما قلت من شويه انا كبولتي وحشه جدا، يمكن كنت انا وبطله كندا وبطلة تركيا وبطلة إيران وبطلة سلوفينيا وبطلة اليابان، وكنا كلنا في بولة واحدة، فكون إن يعني ألعب الناس دي كلها واطلة، فده كان بالنسبة لي حاجة كويسة الحمد لله، يعني ادتني ثقة في نفسي إن الحمد لله أنا بدأ بداية كويسة وأكمل عليها إن شاء الله في البطولات اللي جاية. إن شاء الله عندنا برضو بطولة الدوري العالمي في دبي دي كمان أسبوعين إن شاء الله، وبعدها عندنا بطولة اسمها سيريس إيه برضو من البطولات اللي عليها سكور مؤهل، دي في أول شهر 3 إن شاء الله.